هذه الجائزة تعد بمثابة جائزة نوبل ولكن لمنطقتنا. لسنوات طويلة والمنطقة كانت بحاجة إلى جائزة بهذا الثقل لتقدير وتكريم العلماء والأطباء والمهندسين. نحن لسنوات طويلة ونحن نعتز بالماضي العظيم اللي ساهموا فيه علماء هذه المنطقة بتأسيس علوم الطب، علوم الفلك، مختلف العلوم بتعقيدها وبكل ما فيها من أبحاث ومؤلفات كانت أساساً من هذه المنطقة. بقدر اعتزازنا بهذه الإسهامات في الماضي تكمن أهمية أن تكون هناك جائزة تحتفي بعقول اليوم، من هم العقول والأطباء والعلماء والمهندسين والنوابغ اليوم، ما هي إسهاماتهم، ما هي إمكانياتهم. لكل من يشكك في إمكانيات إنسان هذه المنطقة، هذه الجائزة تأتي لتقدم للعالم أجمع ما يمكن أن يحققه إنسان هذه المنطقة. وصاحب سمو الشيخ محمد اليوم عن منح جائزة نوابغ العرب عن الطب للدكتور هاني النجم دلالة واضحة لما يمكن أن ينجزه إنسان المنطقة. نعم سعادتك، أود أن أسألك، اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن عن أول نجم وهو الدكتور هاني نجم في نوابغ العرب في مجال الطب. اليوم كيف يمكن لهذه الجائزة أن تؤثر في الجسم الطبي، في الكيان الطبي في منطقتنا العربية ككل؟ أولاً نحن بحاجة إلى قدوات، بحاجة إلى قدوات واضحة من مجتمعاتنا، من محيطنا، تبين لنا ما هو القابل للإنجاز بالنسبة لمستوى المنطقة. العديد الآلاف من طلبة الطب اليوم أمامهم قدوة واضحة، قدوة من مجتمعهم، نشأ في مجتمعهم، تعلم في مجتمعهم. الدكتور هاني النجم نتاج التعليم السعودي، نتاج تعليم الجامعات والمدارس السعودية، نجح محليا وثم وصل إلى العالمية، أصبح اليوم رئيس قسم إحدى أهم المستشفيات في العالم، رئيس قسم جراحة القلب في كليفلاند في أوهايو في الولايات المتحدة. فهذا النموذج الواضح بلا شك سيلهم العديد من الشباب في المنطقة لأن يحذوا ويخطوا خطوات مشابهة، أن يصلوا بنجاحاتهم المحلية والإقليمية إلى العالمية. نحن نفس ما صاحب سمو الشيخ محمد دائما يؤكد على ذلك، ما ينقصنا شيء، إنسان هذه المنطقة بإمكانه أن يضاهي وينافس كل الناجحين من حول العالم.